يمكن الخبر اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو خبر تبعته الناس بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وكان فيه اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومن الناس على السوشيال ميديا بمتابعة مجريات القضية لحد ما صدر النهاردة حكم من المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج وحسين محمد الغربلي بالإعدام شنقا فيما أسند إليهم من تهمتين الأولى والثالثة. الأولى هي القتل العمد، والثانية هي سرقة المسوغات والهاتف، وثالث تهمة هي مصادرة الأدوات والمضبوطات. طيب القضية طبعا كانت بتابعها ناس كتير، وسبق وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات اللي بشرتها النيابة العامة. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج اللي هو زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال يعني نوى أو أضمر التخلص منها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهم ومساومته على الكتمان بطلب مبالغ مالية منه. طيب احنا طبعا خلينا نقول انه سبق وانه امر مستشار حماده الصاوي النائب العام باحاله المتهمين للمحاكمه الجنائيه في ختام التحقيقات اللي بشرتها النيابه، واظهرت طبعا المتهم الاول ايمن حجاج واضماره لنيه التخلص منها. لكن طبعا الخبر اهميته في انه طبعا كان سيق مجموعه كبيره من الاشاعات حوالين فكره انه لن يتم معاقبه الجاني لانه قاضي او مركزه او غيره. النهارده بنشوفه هو شفناه في القفص كمان، لان الناس قاعده تشكك حتى بعد ظهوره يعني او بعد الاعلان عن القبض عليه برضه خرجت ناس تشكك في انه مش موجود اصلا وانه ده كلام واعلان على الفاضي. النهارده شفناه في القفص وشفناه لحظه الاعلان كمان عن الحكم، شفناه هو والمتهم الاخر وكانوا في قفص الاتهام وكان بيرتدي حتى يعني القضاء المصري فوق مستوى الشبهات كمامه الكورونا، وتم الاعلان عن اعدامه او صدر الحكم باعدامه شنقا، وسيتم تنفيذ الحكم كمان قريبا. طبعا في درجات من التقاضي احنا ما نعرفش ايه هيكون في يعني نقد او غيره، ولكن يعني فاضل درجه نقد واحده قد تكون ولكن يعني تم الحكم عليه بالاعدام.